الموسيقى هي لغة التواصل بين كل الشعوب، وهي بمثابة دواء بتخاطب الروح وبتداوي الجراح. عمرها من عمر الإنسان، حيث بتعرف عنه وعن ثقافته وحضارته. تختلف أنواع الموسيقى وأنماطها من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. فخلينا نتعرف على أنواع الموسيقى الأكثر انتشاراً بمجتمعنا اليوم. الموسيقى الأكثر انتشاراً أو الأغاني الأكثر انتشاراً هي اللي عم تقدمها الإذاعات. ممكن تكون يعني ممكن تكون أغاني أو موسيقى مش جيدة أو مثل بنقال يعني إنه منا قد المستوى، وممكن تكون جيدة كتير. يعني إحنا خاضعين شو بتقدمها الإذاعة، مش الناس شو بدها. إذا بتخير الناس بأكد لك في رأي مختلف كلياً، وهذا يبين عنا نحن بالكونسرفاتوار اللي بنقدم أغاني مع الأوركسترا أو أمسيات موسيقية مع الأوركسترا. بتشوف في نفس الناس اللي بيسمعوا هذا الراديوات، لا قدمينه الجيد رح يحبوا الجيد. والأهم من هيك إنه الأعمار مختلفة عنا، يعني عندك الأكبر سناً بالستين وطلوع للأربعين، لحتى في أولاد بالأربعتاعش ستاعش بيسمعوا. برجع لك هي خاضعة شو بتقدم للمجتمع، ونحن خاضعين هلأ للتلفزيون شو بيقدم لنا وللإذاعات شو بتقدم لنا. أما برجع لك الناس سابقين الإذاعات والتلفزيونات للأسف، بس السيطرة هي عند هذا المحل.